مرحبا. بفقرة اليوم رح نتعلم نشتغل حمال أو شيال للمطبخ. زينوا في مطبخكم أكيد تختار الألوان حسب ألوان المطبخ الموجودة عندكم. مثل ما شايفين بالصورة في 5 تصاميم. أنا فضلت أني أعلمكم الساعة الكتير مهضومة فيها أرقام رومانية، فيكن أنتم تستعيدوا فيها بأرقام عربية إذا بتحبوا، وكمان إذا بتحبوا أن أعلمكم باقي التصاميم تبعتوا عبر الإيميل، بس أنا رح أعلمكم المبدأ تبع هالحمال أو الشيال الموجود قدامنا. أكيد ما نستعمل خيطان يا صوفية يا قطنية، مش غير أنواع خيطان داخل النايلون، لأنه شغلة الحمال هو كرمال نحمل الأدوات الساخنة بلا ما نلطع إيدينا. هلأ لهالتصميم شفتوا هون اشتغلت شغل الشكل الدائري والشكل المسدس او الفيت من اطراف او حسب انتو قديش بتحبوا يكون الزوايا، عدد الزوايا انتو بتكتروا من خلال الطريقة اللي رح علمكن عليها. بتستخدموا او بتستعملوا لون محدد، لون ابيض او اصفر او اللون اللي بتناسب مع مطبخكم. الداير بتكون تلاقوا لون متناسب له، الابيض اكيد اكتر شي برحله، الاسود. المهم تستخدموا اللون الاساس فاتح لحتى باللون يلي بدنا نرسم فيه الارقام يكون غامق ليكون ظاهر اكتر. اكيد هيدي للساعة، هيدي تجي مثل الاكسسوار، هون بيتعلق الحمال. هلأ كيف بدنا نعمل هالشكل هيدا؟ رح اعلمكم المبدا، اكيد ما رح نكمل الفكره للاخير، لعلمكم كيف منطرز عليه الارقام. اول شيء مثل كل مره للشكل الدائري نشتغل سنسال صغير من 5 دردات، نشبك الطرف، نرجع بناخذ الخيط الزايد بندخله بالشغل. وللحمال اكيد اكثر قطبه مسموح ما نتخطاها هي قطبه العمود بلا جدلي او قطبه الاكس، لحتى يكونوا مترصين القطب تبع الحمال. فاذا نشتغل اول شيء زردة، 2 نرجع نشتغل قطب العمود بلا جدلي. كرمال نعمل 6 زوايا لازم اول شيء ان كل 3 زردات نحسبهم لخانة معينة، يعني لازم نشتغل بحدود 18 عمود بلا جدلة. 5 6 7 8 9. شفتوا اللي نقيت هالقطبة لحتى يضلوا مترصين على بعضهم القطب. 10 هلا 11 12 13 14 15 16 17 18. الخيط الصوف كتير مهم انه قد ما بدنا نقدر نزم الخيطان على بعضهم ليساعوا كلهم سوا. نرجع اول مرحلة منثبتهم بهالشكل، نرجع نشتغل زرتين واحد 2 3 مع زردة. بالزردة ذاتها نشتغل عمود بلا جدلة، نرجع زردة اللي من بعدها بنشتغل عمود تاني، واللي من بعدها عمود تالت، كمان بنشتغل زردة، كمان الزردة ذاتها بنشتغل عمود. قد ما فينا هون نفصل عدد الزوايا، يعني بحسب الشغل هون نشتغل زردة اول شيء، نرجع زردة تانية بالوسط وعمود بالزردة الثالثة، نرجع بنشتغل زردة من فوق بالزردة ذاتها بنشتغل عمود. وهيك نصير بهالطريقة نقطع قديش بدنا نقطعهم. فإذا
كل مجموعة عدد العواميد قد بعضهم، تفصلهم زردة بين مجموعة ومجموعة تانية. وهل وكل ما بدنا نشتغل زردة من فوق، بالزردة ذاتها من تحت نشتغل عمودين بنفس الزردة. اخر شيء نشتغل زردة ونرجع نختم الشغل. هلا بلشنا، صار عنا مجموعة 2 3 4 5 6 7 8. فينا نحنا هلا هون كمان نبلش، لانه مش محددين كتير الزردات، فينا من هالطريقة هاي نبلش نعرف قديش بدنا. مثلا اول شي نشتغل زردتين، نرجع نشتغل عواميد. فينا اول مرحلة مثل ما عاملة بهالشغل هيدا، نشتغل عواميد نرجع هون بين اكتر الرسمة. ليكو كيف رجع مغيرة الشغل هون، كيف بلش بهالطريقة ورجع على هالطريقة. اول شي شغلة بالعرض، والدور يلي من بعده شغلة بقلب الزردة لحتى اعمل سن للاطراف. فاذا هالمرحلة بشتغلها بالعرض، كل ما بدي افصل مجموعة عن التاني هلا بدل الزردة بشتغل زردتين، برجع للزردة التحتانية هي ذاتها. عملت اول مجموعة، برجع بدي اصمم المجموعة التانية. هلا شايفين عم بشتغل بالعرض 4 5. هلا زردة 2 بالمجموعة ذاتها، بالزردة ذاتها بشتغل العمود يلي بلا جدلة. برجع 1 2 3. صدت بالعرض انه بعرضها للزردة التحتانية مش من قلبها، يعني من هون عم شك السنارة. 4 5. برجع زردة 2 وبالزردة ذاتها كمل. ليكو كيف عم يتقسم الشغل هلا، 1 2 3 4 5. زردة 2 وهيك منضلنا للاخر. هلا هون بس نوصل لهالمرحلة هيدي رح ارجع انا ابرم الشغل. ليكو كيف عم يصير عنا الزوايا. هلا بس اوصل لهون بدي ارجع اطلع انا، بما انه بس يخلص هالدور اكيد رح نرجع نشتغل بهالطريقة. هلا بقلب كل فراغ نشتغل عمودين، كمان زرتين، نرجع كمان عمودين جديد. وهون فينا هلا من قلب الزردات نشتغل العواميد لنعمل سنين. بس نوصل فأذن لهالجزء هيدا، نشتغل 4 عواميد بفصلون زردتين، وكل دور نفس الطريقة بنتبع زردة 2 بقلب الخانة. فأذن نشتغل 4 عواميد بفصلون زردتين بالوسط. وهون بقلب كل زردة نشتغل عمود لحتى صفي عنا هالشكل هيدا، ومنبلش نطرز بقلبه. كيف بنعمل؟ نشتغل الأرقام. فرضا 1، دايما الخيط من جهة تحتانية من شك السنارة على الجهة اللي بدنا اياها. ليكو شو قديش بياخد، بحط الخيط شوي هيك ببرمه على السنارة حتى ما يكر. برجع بسحب شوي منه لتاني ميلة، وبرجع
إذا بدي برسم الرسمة برجع بطرزها، أو حسب التقدير ليكو كيف بشتغل قطبة الزردة. بشتغل الشكل يلي بدي إياه. فين هلا أنا أعمل اشتغل عقرب الساعة بلا ما اشتغل الأرقام. وهلا بس تشتغلوا العقرب، صار ميلة طويلة ميلة قصيرة، بترجعوا تشتغلوا لتعلقوها. خلصت هون مثلا، بقص الخيط من القلب، بسحب الخيط بهالشكل، برجع على الطرف من الداخل. فيني اشتغل قطعة تانية مثل هالقطعة لبطنة، وهون بميلة بعمل تبع الساعة الحلقة، وبميلة التانية بعلقها بهالشكل بالقطبية اللي تعلمناها بالحلقة السابقة. هيدي هي كانت الفكرة لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الشيال او الحمال، بلاقيكم على راد بفكرة جديدة بالحلقة الجاية. انطروني، بقلكن هلا، باي باي. بتابع معكم مشاهدينا التذكير بعناوين ومواضيع فقرات من يوم ليوم. فضمن القضية زميلي سوسن